ابا صاحبي يعني خلاص بقى، اكيد مش هنقعد نعمل فيديوهات بكاميرات جديدة ونقعد 90 يوم بنعمل في الفيديو، لا احنا نرجع بقى لمكاننا الطبيعي، حاجة بسيطة كده الفيديو يخلص في 3 4 ايام، اقسم بالله ريح الدماغ. وبرضه جاست ان كيس يعني ما شفتش الفيديو ولا حاجة، فهي دي الكاميرا الجديدة هنخليها هنا اهو، علشان ايه تسيبها هنا طول الفيديو، علشان لو حد يعني ما شافش ما شافهاش ولا حاجة. لا لا بهزر بهزر، هنسيبها هنا انا هنا اشيك شويه. المهم يا سيدي، في ظل بقى الظروف اللي احنا فيها دي، وفي ظل الاصابات اللي ممكن الواحد يتصاب بيها لا قدر الله يعني في اي وقت، طبعا خليكم كلكم حريصين يعني ونتبع الارشادات والحاجات اللي موجوده عشان نفضل في امان ان شاء الله. يعني انا بقى اتصبت يا صاحبي بطريقه تانية، يعني البتاع ده بيقول لك بيجي في الزور وتقعد تكح كحه مش عارف مالها وتقعد تسخن، انا بقى مفيش يا باشا، انا اتصبت في قلبي على طول، حاجة مباشرة كده تقضي عليك. طيب الموضوع ببساطة جدا، زي ما شفتوا انا قررت ان انا اشتري كاميرا مؤخرا، وان انا اعلى بكواليتي القناة في السيت اب اللي هناك اللي بيتعمل فيه بعض الفيديوهات السبيشال كده مش كلها يعني، فبناء عليه حاجة اوتوماتيك كده، مجرد انت جبت كاميرا جديدة بامكانيات عالية فلابد تجيب لها اداة مونتاج جديدة عشان تشتغل عليها، عشان الحاجة اللي هتطلع من الكاميرا دي هتتحط هنا وتتمنتج وتترفع، تمام. انا بقى صاحبي من مستخدمين ابل ومن مستخدمين الماك بوك برو، انا كان عندي الماك بوك برو 2016، والبتاع ده انا حبيته جدا جدا وتعلقت بيه جدا، وكان خطوة يعني من احسن الحاجات اللي انا خدتها، وكل شغل القناة حرفيا من قبل ما 2020 تبدأ مثلا كل ده على الماك بوك برو الزغنطوط ده، بتاخد معاك في اي حته في اي مكان. فالفكره دي عجبتني، فكره ان انا اجيب حاجه اله زي كده ماكينه. اوب اوب اوب، لا لا ما بحبش الاصوات دي ابدا. خلاص قررت بقى ان انا اعمل ابجريد للماك بتاعي 2016، علشان خلاص هو جاب اخره معايا وانا محتاج اعلي الامكانيات اللي عندي، فكان من الطبيعي جدا ان انا ابص على احدث ماك في الوقت اللي انا بختار فيه. لقيت ابل لسه منزله يا دوب الماك بوك برو 2020 16 انش الجديد، ولاول مره في تاريخ ابل ان هي تنزل ماك 16 انش من غير حواف وبتاع، قلت بس هو ده، لان انا شفت قبلها اصلا الماكات اللي هي 2019 و2018 ما حسيتش بفرق قوي، وقلت لا الماك بتاعي انا هفضل محافظ عليه لحد ما اشوف حاجه كده مفرقعه. طيب خلاص كده قصه الماك ده انتهت. اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان انا لما قررت اشتري الماك بوك برو ده بسم الله كده مش موجود في مصر، كان لسه جديد ومش موجود في مصر نهائيا، حتى الاماكن اللي بتجيب حاجات ابل وبتاع بيقول لك بقى 3 شهور ولا شهرين عم يجي لك وتقعد تطلب. فانا اشتريت دماغي بصراحه وقررت ان انا اسافر دبي، كنت مسافر يعني كان عندي باكج كده عاملها، اشتري شويه حاجات للكاميرا واشتري الماك بالمره. طيب المفروض بقى يعني ان الماك ده بفلوس ما بيجيش هديه يعني، فقعدت بقى احوش له فتره كبيره جدا. رحت يا باشا دبي وفرع ابل في دبي، تعال مفيش احسن من كده يعني، ومعايا الفلوس ومحوشها جاهزه والدنيا جميله. مساء الخير، انا محتاج الماك بوك برو ال 16 انش. قلت بقى انا همكس كل حاجه، لان هي خطوه بتتاخد مره واحده زي ما عملت مع الماك القديم، بقعد معايا 3 سنين ولا حاجه، فهمكس كل شيء. دخلت قلت لها يا باشا انا عاوز اعلى نسخه ماك بوك برو عندكم، مكس لي ب 64 جيجا رام كل حاجه. بص هو احنا والله فرع ابل وفي دبي والمكان نظيف واجانب راحه وسيستم وبتاع، بس والله ما عندناش الماك يعني، انا اسف. ممكن تبص في اخر الشارع كده، لا يعني ايه ما عندكوش الماك؟ مش فاهم المفروض ان انا اسال مين مثلا؟ انا ما استوعبتش الامر بصراحه، بس ده لقيته واقع يعني، لقيت ان فعلا ابل في دبي ما عندهمش النسخه الماك اللي انا عاوزها، عندهم نسخ كده حاجه على الضيق ما تفهمش ليه. قال لك والله عشان تاخد النسخه اللي انت عاوزها لازم تستنى اسبوع، هنعمله لك كاستمايز هيتعمل ليك مخصوص. انا كنت رايح 3 ايام يابا اجيب الحاجه وانزل على طول على السريع عشان الفنادق هناك غاليه. قلت لها لا والله يعني انا قاعد هنا 3 ايام بس، فالموضوع مش هينفع. قال لي خلاص. قلت لها خلاص ايه؟ قال لي خلاص خد اي نسخه بقى، يعني ايه يا جدعان ترفضوا الرزق مثلا؟ يعني واحد راح جايب مبلغ وعاوز يشتري اعلى نسخه عندكم؟ لا مش موجوده والله، هات لك اي نسخه حاجه اي حاجه كده رخيصه، النسخة التانية غالي مش لازم والله. وبدأت تقنعني فعلا، اللي هو خلي بالك النسخة ال 64 دي مش ما يعني خد ال 32 يا عم، خد ال 32 على فكرة ما بتفرقش، ولا انت هتعمل بيه ايه؟ يابا انا هاكل الرماد دي، انا بحب اكل مؤخرا
بتتغذى عليه. انا عاوزها 64، وانا بصراحه كنت مسافر وتذكره الطيران رايح وتذكره الطيران جاي واقامه وبتاع، وانا محتاجه ومحتاج اشتغل خلاص، جبت الكاميرا ومحتاج اشتغل، والماك بتاعي مش هيستحمل الفوتج اللي طالعه من الكاميرا. وخلي بالك على الورق فعلا ان الناس بتقول ان 64 جيجا ده اوفر شويه، وانت مش هتستهلكه لو انت بتعمل فيديوهات على يوتيوب، مش هيفرق قوي وبتاع. ودخلت شفت ريفيوز والناس فعلا بتاكد على كلام الراجل، وانا معرفش قلت خلاص مفيش مشكله نجيب يا عم النسخه ال 32 جيجا. 32 جيجا رام برضو ما زال رقم كويس، و2 تيرا بايت، ومكست كل حاجه، كل المعالجات الاخيره جبت اعلى حاجه فيها 8 جيجا بقى والحاجات دي كلها. شو صور مع الفيو بقى ده؟ طيب خلينا نبدا معاكم كده بالمميزات فعلا اللي في الماك ده عن الماك القديم، والحاجه اللي بتميزه كلابتوب اصلا عن اي لابتوب في العالم. اول حاجه الشاشه، الشاشه بتاع الماك اتغيرت 180 درجه، دي اول شاشه بالشكل ده، يعني مفيش ولا ماك من شركه ابل هتلاقي شاشته بالشكل ده، فانت معاك حاجه مميزه قوي. مش محتاج بقى اتكلم عن كواليتي الشاشه، كواليتي الشاشة والألوان والحواف بتاعتها قليلة قوي وحجمها كويس، ساعدتني فعلا في 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 ان انا ابقى شايف كونتنت اكتر على الماك ومستمتع اكتر. وبدأت ابص الماك القديم بقى اللي هو انت ازاي يا ابني فيك حواف كده، انت قديم قوي. واللي زود التجربة حماس بقى في الاول كمان، وخلاص قلت بقى ده فعلا صفقة القرن، انا عملت خلصت الدنيا كده. السبيكرز بتاعت الماك ده انا ما شفتش في حياتي كده، انا ما شفتش في حياتي لابتوب حتى ماك بيعمل اداء سماعات بهذا الشكل. الماك بتاعي القديم انا كنت بفتخر بيه، اي حد جاي للبيت والله بسمع له الماك واقول له باشا مش محتاج سماعات اصلا، ده حاجه كده تيجي تسمعه بقى جنب الماك ده اسوأ سماعات في العالم، يعني مش عارف اشرح لكم بصراحه. المهم اللي انا فاهمه ان بقى في 3 سماعات هنا وثلاث سماعات هنا، فانت عندك 6 سبيكرز في الماك كلهم شغالين باداء احترافي قوي. ده زائد طبعا فكره اليو اس بي سي اللي انا خلاص كنت اتعودت عليها من الماك القديم، مفيش عندك اي مداخل غير يو اس بي سي، هات كل حاجه بتنقل بسرعه جدا. بس يعني الحاجات دي كلها كماليات كده، حاجات ما بتاكلش عيش، يعني حاجه زي الماسك اللي احنا بنحطه دلوقتي، والفيروس اصلا ما بتنقلش بالتنفس. خدت الفيديوهات اللي بعملها في السيت اب ده عادي خالص وجربتها على الماك ده، وبالفعل الاداء حاجه تانية حرفيا، اضعاف اضعاف السرعه في الانتاجيه عن الماك القديم. بياكل الفوتج، بياكل الفيديوهات اللي بعملها هنا بياكلها، والاكسبورت بتاعته او ان هو لما يعني يجي يعمل سيف للفيديو اسرع مليون مره. لو الماك القديم كان بيعمل الموضوع في ربع ساعه مثلا، فده بيعمله في 5 دقائق حرفيا. لحد ما ايه بقى، لحد ما جبت الكاميرا الجديده واشتغلت بقى على الكواليتي وال 6K، وان انا اعمل بروجكت كامل 4K، كل الفيديوهات اللي فيه 4K. للاسف يعني انا والله مش عاوز افبر وما اقول ان هو وحش ولا حاجه، بس انا دافع في الماك ده 85,000 جنيه، تمام؟ مش ده اللي انا كنت متوقعه نهائي. الماك ما زال بيسخن بشكل كبير وانا شغال عليه، الماك ما زال بيعمل اصوات عاليه جدا وانا شغال عليه، الماك ما زال بيهنج وانا شغال عليه، وانا بكون شغال وانا عامل الاداء على بيتر بيرفورمانس مش بيتر كواليتي، يعني اداء افضل مش كواليتي افضل. يعني مش عاوز اشوف الكواليتي عاليه وانا بمنتج، انا عاوزها تبقى قليله بس يبقى سريع معايا وانا دافع المبلغ ده. طب ما انا كنت بعمل الكلام ده على الماك القديم، يعني لما كنت بشتغل 4K على الماك القديم كنت بعمل بيتر بيرفورمانس عشان اقدر اشتغل عليه، وكان بيسخن وكان بيعمل صوت وكان بيهنج. طب انا اكيد مش مغير وعامل ودافع المبلغ ده وابجريد وبتاع علشان اعمل نفس الحاجات تاني واعاني نفس المعاناه تاني. هي قلت ما تفهمونيش غلط، هي قلت بنسبه كبيره قوي، يعني لو ده بيديني معاناه 100% فده بيديني معاناه 65% مثلا. انا كنت متوقع اكتر من كده بصراحه، خصوصا ان الفرق بينهم 4 سنين. طب امال كنت جبت بقى الماك 2017 مثلا؟ مش عارف بصراحه، ده غير ان بقى والله بيواجهني معاه حاجات اول مره تحصل لي على الماك، يعني ما كانتش بتحصل لي حتى على الماك القديم. وهنا انا اكون مثلا بمنتج على الفاينل كات برو عادي، واروح بقى للجوجل كروم ولا حاجه يهنج معايا تمام. قاعد بقى اندم، قاعد اندم اقول
طب لو كنت جبت ال 64، ما هي دي مشكلتي برضو. انا المفروض كنت جبت ال 64 وما سمعتش كلام حد، بس ده مش منطق يعني، ده مش المنطق، والعقل ما بيقولش كده. العقل بيقول ان انت بتابجريد 4 سنين، لو جبت نفس النسخة بنفس الامكانيات 16 جيجا رام اللي فات 4 سنين المفروض احس فرق اصلا. زائد ان انا دخلت شفت فيديوز مقارنة بين النسخة ال 64 جيجا رام والنسخة ال 32 اللي معايا دي، لقيت ان الفرق دقيقة مثلا في الشغل. خلينا برضو نعترف ان هو فرق معايا شوية، وخلاني ان انا اعمل الفيديوهات اللي بتتم هنا بشكل اسرع كتير جدا، لكن الفيديوهات اللي في السيت اب التاني بعاني، ما زلت بعاني، بس مش قوي زي اللي فات، بس برضو مش حاجة مرضية. الحاجة اللي تحسب لي بصراحة وما فيهاش اي تقصير وفعلا حاسس بتطور 4 سنين فيها، هي وانت بتشير الفيديو، وانت بتسيب الفيديو بقى الموضوع بيتم مش عارف ازاي. انا كنت بسيب الفيديو بتاع الكاميرا 5 جيجا مثلا او 6 جيجا ربع ساعة 10 دقايق، ايه ده يا عم بتعمل الموضوع ده ازاي؟ بيقوم بقى بيعرفش كده بيعمل حاجات، بيقعد يصوت ويعمل اصوات غريبة، بيشغل كل الباور اللي عنده في ساعتها مطلع لك الفيديو. عموما ملخص الفيديو عشان تبقوا طلعتوا باستفادة، يعني لو بتفكر تجيب الماك ده اللي هو ال 16 انش الجديد، لو انت ما معكش ماكات قبل كده وهتيجي على جديد هتعجب بيه جدا وهتنبهر بيه جدا، حتى ال 32 جيجا اللي معايا عادي. بس لو انت بقى جاي من ماك قديم لحد 2016 ما انصحكش تعمل ابديت نهائي، ملوش لازمه، الفروقات هبله قوي. بس كده، دي كانت كل حاجه بالنسبه للفيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو بقى اكيد مش مش تعملوا لايك وتعملوا شير، واستنوا بقى فيديوهات تانيه بقى في السيت اب ده عادي كده. يلا سلام. Thank you.